ويصل غدا رئيس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب علي عبد العال إلى مدينة شرم الشيخ استعدادا للمشاركة في فعاليات منتدى الشباب العالمي. ومن المقرر أيضا أن يصل غدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في فعاليات المنتدى. وقد وصل اليوم نحو 30 مشاركا في منتدى الشباب العالمي من دولة الإمارات.